للحديث عن معركة الفلوجة الثانية وآثارها المتراكمة معنا من عمان الباحث السياسي الأستاذ هلال الدليمي. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين في ذكرى 14 لمعركة الفلوجة. ما هي أهم محطات المعركة وكيف انعكست برأيك آنذاك على التيار المقاوم للاحتلال الأمريكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية لكم ولقناة الرافدين. حياكم. وتحية للفلوجة أرضا وشهداء وأطفالا ومقاومون. الفلوجة سطرت ملحمة تاريخية ضد المحتل الأمريكي الذي أراد أن ينتقل من معركة الفلوجة الأولى، فأعد العدة لإبادة سكان هذه المدينة. ومن الجدير بالذكر بأن هناك تقريرا مفصلا سمي الإبادة الجماعية أو حرب الإبادة، صورته صحفية إيطالية كما أذكر في ذلك الوقت، وبين في هذا التقرير أن 38 ألف منزل ضرب بالفسفور الأبيض ومادة الكي 74. وهذا التقرير الموثق الذي وثق كيف كانت الجريمة المنظمة استهدف الفلوجة بكل ما تعنيه الكلمة من استهداف حرب إبادة واضحة، لأن الأمريكان قد أذلتهم المقاومة العراقية في معركة الفلوجة الأولى وجندوا ما جندوا من عملائهم ومن وكلائهم ومن الذين دربوهم لهذا الغرض، وكانت العملية عملية مغلقة أرادوا منها الانتقام المربع، ولم يكتفوا بذلك بل أنهم وجهوا الأسلحة المحرمة دوليا واستخدمت ضد أبناء الفلوجة وضد المدنيين فيها، ونحن من أهل المنطقة وكنا قريبين على هذا الحدث. وهذه المعركة التي كانت حقيقة وصمة عار في جبين العسكرية الأمريكية على مدى التاريخ، لأنها تجابه مدنيين بأعتى أسلحة الدمار الشامل التي أتت غازية لهذا البلد بحجة القضاء على أسلحة الدمار الشامل. والتشوهات الخلقية التي تحدث عنها المجتمع الدولي الآن والباحثون في هذا الاختطاف الفلوجي التي زادت بنسبة 14 مرة عن سابقة مثيلاتها في ناكازاكي وهيروشيما، وب 34 مرة عن المدن المتضررة في مدن العراق وخاصة المدينتين الفلوجة والبصرة، أكثر مدينتين تعرضت إلى الأسلحة وغيرها من مدن، حتى في أطراف بغداد هناك بحثا أجري في عام 2003 و2004 وعلى هذا الميدان، وتبين أن نسبة إصابة الأجنة بالذات في مناطق بغداد ومحيط بغداد وقد زادت بنسبة كبيرة نتيجة استخدام الأسلحة المحرمة دوليا. معركة الفلوجة الثانية هي حقيقة علامة مميزة في تاريخ العراق، وسودت وجه المحتل الأمريكي بكل ما تعني هذه الكلمة، لأن هذه المعركة نستذكرها بكل إجلال وبكل فخر، بأن أهل هذه المدينة الصابرة الصامدة مدينة الأبطال ومدينة الشهداء قد لقنت المحتل الأمريكي سم المهانة والمذلة في معركة الفلوجة الأولى. فمهما عملت أمريكا وبكل قواتها لتجابه مدينة بحجم الفلوجة، أعتقد هذه الموازنة في حد المواجهة بحد ذاتها هي تعتبر وصمة عار في جبين المحتل الأمريكي إلى أبد الآبدين. نعم أستاذ هلال، يعني لماذا برأيك استخدمت قوات الاحتلال سياسة الأرض المحروقة ضد مدينة الفلوجة؟ الولايات المتحدة الأمريكية عندما هزمت بالمعركة الأولى عدت عدة لمدة مدة أكثر من سنة، وهي تعد القوات وتجلب الخبراء، تعانت حتى بخبراء من الكيان الصهيوني في ذلك الوقت، لأنهم حقيقة أدرى بكيفية محاربة المقاومة التي تعتمد على الكر والفر وسياسة الانضمام إلى المجتمع أو كما يسمى الحاضنة في المجتمع. عمدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه السنة على تجنيد عناصرها من القاعدة ومن الأحزاب المشتركة من السلطة لاختراق صفوف المقاومة، وفشلت في هذا ونجحت في قسم من الأمور كما تعلمون.
حيث استطاعت أن تفصل أو تبعد الحاضنة عن المقاومة بقدر قليل في هذه المنطقة، واستطاعت أن تجهز قوات عسكرية. بالمناسبة أنا كنت في تلك الأيام قبل المعركة بيومين أو 3 أيام، كنا ذاهبون على هذا الطريق المؤدي إلى الفلوجة، واستوقفتنا القوات الأمريكية، وكان معي أحد أقاربي وهو عسكري رحمه الله، كان يعد عدد الآليات من الدبابات والمدرعات، فقال في الفترة التي وقفنا فيها على محيط الفلوجة، قال الآن هذه أكثر من فرقتين مدرعتين أتت للتحيط بالفلوجة من جهة بغداد. تخيل المدى الاستعدادات الأمريكية للدخول إلى مدينة الفلوجة، لأنهم حقيقة كانت المعركة يعتقدون بأنهم سينالون نفس المصير الذي نالوه في المعركة الأولى، وكانوا يعتقدون بأن كل من داخل هذه المدينة هما مقاتلون، وهذا ما قالت القوات الأمريكية، بأن كل من يزيد عمره على 10 سنوات يعتبر هدف مشروع للقوات الأمريكية، وهذا ما فعلته أثناء دخولها إلى الفلوجة وأثناء استخدامها للمفرط لأسلحة الدمار الشامل، وخاصة أسلحة الفسفور الأبيض واليورانيوم المنظم والقنابل الذكية وحتى القنبلة الفراغية التي استخدمت لأول مرة في صحراء نيفادا عام 1963، استخدمت بشكل أو بآخر في أطراف الفلوجة. نعم أستاذ هلال، لجنة متابعة تابعت التشوهات الخلقية في مدينة الفلوجة، يعني قالت بأن تشوهات أطفال الفلوجة تزيد 14 مرة عن مثيلاتها في هيروشيما وناغازاكي، يعني ألا يكشف هذا عن حجم الأسلحة المحرمة التي استخدمت في الفلوجة؟ حقيقة لا توجد لدينا دولة أو جهة رسمية حكومية أو حتى جهة عالمية محايدة استطاعت أن تقول الحقيقة لحد الآن. كل ما ظهر من الفلوجة هو من جهد أهل الفلوجة الذي كان يعتم عليه إعلاميا، لأن المحتل لا يزال صاحب السطوة الإعلامية والسياسية والعسكرية والحكومية بالدرجة الأساس. هناك تقارير دولية خجلة. الذي حدث في الفلوجة هي معركة إبادة، أنت تتحدث عن مدينة تعدادها 750 ألف إلى مليون شخص، 38 ألف منزل ضربت بالفسفور الأبيض. تخيل أنه حجم الضرر والدمار الذي أصيبت به هذه المدينة. التشوهات الخلقية، نحن نعرف بأن الأسلحة المحرمة اليورانيوم المنظم وتأثيره الواضح، وهو أحد الأسلحة المحرمة دوليا، الفسفور الأبيض لحد الآن لم تكتف القوات الأمريكية عن مدى خطورته، بل أصابت حتى القوات الأمريكية المشاركة، أصيبت بأمراض وتشوهات حتى في بين الجنود، فما بالك بالأطفال الرضع والأجنة والتي لم تعالج لحد الآن. هناك مواد مشعة عندما تصيب الأرض تبقى لفترة طويلة جدا، تحتاج إلى عملية تطهير. لم يقم هناك فريق فني علمي دقيق يقوم بالكشف عن الإشاعات في الفلوجة، لحد الآن لم يحدث هذا، لكن البحوث والدراسات تمت على النتائج وليست على الأسباب التي لا تزال ربما على الأرض لحد هذه اللحظة، وتحتاج إلى جهد دولي كبير لحصر الإشاعات ومناطقها وكيفية معالجتها، لأن هناك نصف العمر لها قد يصل، وخاصة المعادن يصل إلى 120 سنة إلى أكثر من هذا. فتخيل أنه مدينة ضربت بأسلحة محرمة وبأسلحة مشعة وأسلحة كيميائية خطرة في غاية الخطورة، لم تحظى بالرعاية الصحية، بل على العكس، الولايات المتحدة الأمريكية جمعت كل قواها للانتقام المربع فيما يسمى محاربة داعش، وقصفت هذه المدينة بالطائرات وقصفت كل مناطق المقاومة بالانتقام المربع الذي أشار له تقديركم قبل قليل، بأن الولايات المتحدة تعلن أن الحرب على داعش ستستمر فترة طويلة، وهذا هو ما يسمى استثمار الإرهاب.
الذي أسسته وصلت الولايات الفكرة المتحدة أستاذ الأمريكية وعملائها هلال. وأنشأته نعم وساعدت عليه لكي تحقق هدفا واضحا أصبح لم يعد خفيا على أحد. نعم أستاذ هلال الدليمي الباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.